بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، نبتدئ إن شاء الله تعالى من هذه الليلة بعد أن فرغنا والحمد لله من قراءة كتاب أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي، نشرع في قراءة متن الرحبية في علم الفرائض أو المواريث. هذا المتن المبارك الذي اعتنى به العلماء قديما وحديثا، حفظا وشرحا، وبجعل الحواشي عليه لما رأوا فيه من الخير والبركة والنفع، وهو من المتون التي يوصي العلماء طلبة العلم بحفظها في هذا الفن. والمؤلف رحمه الله تعالى العلامة الرحبي يسير فيه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في علم الفرائض، ولذلك لم يذكر بابين مهمين في هذا المتن، باب ميراث ذوي الأرحام، وكذلك أيضا باب الرد، لأن الشافعية لا يرون ذلك، لا يرون توريث ذوي الأرحام، وكذلك أيضا في باب الرد كما سيأتي. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وافتتح هذه المنظومة بالبسملة، ثم بالحمدلة، اقتداء بكتاب الله تعالى، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاسم الله ما ذكر في شيء إلا وكان فيه الخير والبركة، الخير والبركة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كاتب ملوك الأرض بدأ بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، وهكذا في بقية الملوك. ولا نطيل في الكلام على البسملة والحمدلة والمقدمة، لكن نتكلم باختصار على الأبيات التي قدم بها المتن، ثم ندخل في المتن إذ هو المقصود، وأيام الدورة كما هو معلوم قليلة. قال رحمه الله تعالى: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. قال: أول ما نبدأ، يعني بعد البسملة، أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، أي بحمد الله عز وجل. ثم قال: فالحمد لله على ما أنعم. والحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جماله مع محبته وتعظيمه. والألف واللام في الحمد للاستغراق، واللام في لله للاستحقاق. فالله عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجعون. الله عز وجل هو وحده الذي يحمد في السراء والضراء والعسر واليسر وعلى كل حال. الله عز وجل هو الذي يحمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويحمد على كمال إحسانه وإنعامه على عباده. ولهذا قالوا: لحمد الله سببان،
يحمد سبحانه وتعالى على كمال الذات والأسماء والصفات والأفعال. ومن هذا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا إلى آخره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ويحمد على كمال إنعامه وإحسانه إلى عباده، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها ويشرب الشربة فيحمد الله عليها، هذا من أسباب رضا الله عز وجل عن العبد. طيب يقول فالحمد لله على ما أنعم، هنا حمد على نعمته، الحمد لله على نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله، سواء كانت هذه النعم في دينكم في دنياكم، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كبيرة أو صغيرة، عامة أو خاصة، ما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، يعني نحمد الله عز وجل على نعمه حمدا يذهب العمى عن القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تعمى بالذنوب والمعاصي، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يكون الران على القلب الذي يحجبه ويغطيه يكون بسبب الذنوب والمعاصي. فلذلك يقول نحن نحمد الله عز وجل حمدا يجلو يزيل عن القلب العمى ليبصر ويكون فيه النور ويرى الحق والخير. قال حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم بعد حمد الله عز وجل عطف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والكلام على الصلاة ومعناها والسلام ومعانيه كثير والمقام لا يتسع. قال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، والإسلام دين الأنبياء جميعا ولكن عند الإطلاق، ويقال هذا الدين العظيم دين الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا وأكمله لنا ومن به علينا. فالإسلام دين جميع الأنبياء، ولكن عند الإطلاق لا سيما ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين فيقال دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد خاتمي، خاتم وخاتم، خاتم رسل ربه، فلا نبي بعده، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر لأنه مخالف للقرآن والسنة والإجماع. قال محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، جمع بين الصلاة والسلام على الآل وعلى الصحب للرد على الغلاة والجفاة، للرد على الغلاة والجفاة في هذا الباب. قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، هذا دعاء وطلب من الله عز وجل أن يعين، وهكذا ينبغي للعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله لا بحولك ولا بقوتك، فإذا استعنت بالله عز وجل ولو على نقل جبل من مكانه لا وكنت مأمورا بذلك لا عانك الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تلميذه ابن القيم لو أن عبدا توكل على الله عز وجل في نقل جبل من مكانه وكان مأمورا بذلك لنقله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة عظيمة كما قال شيخ الإسلام بها تستدفع الأهوال وتحمل
الأثقال. قال: ونسأل الله لنا الإعانة. وهكذا ينبغي لكل عبد وخصوصا طالب العلم أن يستعين بالله عز وجل على العلم وعلى العمل، على الفهم، على الحفظ، على التعلم، على الدعوة، على التعليم، وفي كل شؤون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا قصدنا من الإبانة الإيضاح عن مذهب الإمام زيد الفرضي، زيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي كان معروفا مشهورا مبرزا في هذا العلم، علم الفرائض والمواريث. قال: إذ كان ذاك من أهم الغرض، هذا من أهم مقاصدنا وأغراض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. كلام عظيم. يقول: مع العلم بأن العلم عموما وهذا العلم خصوصا خير ما سعي فيه، خير ما سعيت إليه طلب العلم، تعلم العلم، تعليم العلم، لأنه عبادة متعدية النفع، أعظم من الصلاة، أعظم من الصيام، أعظم، لأنه لا صلاة ولا صيام ولا بيع ولا شراء ولا دعوة ولا جهاد ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر إلا بعلم. فإذا كان ذلك بغير علم كان ضلالا ووبالا، وربما أفسد العبد أكثر مما يصلح، ربما وقع في الشرك والبدع والضلال والانحراف والأهواء. فالعلم نور، وهو كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة في الدنيا والآخرة. قال: علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، أولى ما دعيت إليه العلم، أن تتعلم، أن تحضر درسا، أن تحضر محاضرة، أن تحضر موعظة تستفيد، يصلح بها قلبك، يزداد بها إيمانك، تعبد الله على بصيرة، يذهب عنك الجهل ويستنير لك الطريق، ولا تكون ألعوبة بأيدي أهل الجهل والهوى والفتن. قال: وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما، يعني علم الفرائض مخصوص بأي شيء؟ قال: مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يعني هذا علم مهم، والذي يعلم به قليل والذي يجهله كثير، فلذلك ينبغي العناية به وتعلمه من فروض الكفاية، إن لم يقم به من يكفي أذهم الكل. ولا يصح في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت به آثار. قال: بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا، زيد بن ثابت رضي الله عنه صحابي الجليل العالم الكبير المعروف، لما مات ودفن قال ابن عباس: لقد دفن اليوم علم كثير، دفن اليوم علم كثير بموت زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال: وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، يعني يكفي بها شرفا، والحديث الوارد في ذلك فيه مقال. قال: فكان أولى باتباع التابعي، لا سيما وقد محاه الشافعي، يعني سلوك مذهب زيد بن ثابت مهم، لأنه زيد العالم الصحابي الجليل الكبير المبرز في هذا الباب. سبب آخر لأن الإمام الشافعي سار على منهجه في هذا الباب. قال: فهاك فيه القول عن إيجازي، يعني قول موجز خلاف الإطناب، قول موجز. والإيجاز أحيانا يكون ألغازا، أحيانا يحصل إيجاز إلى أن يكون الكلام كالألغاز. أحيانا في بعض كتب الفقه والنحو وغيرها من الكتب يأتي العالم ويأتي بكلام وعبارات مختصرة، يؤلف كتابا يريد أن يختصر، وكلام قوي لطبقة معينة من الناس، وكما يقال كلمات بالمقص، فتكون كالألغاز، تحتاج إلى حل وإلى تصوير، تحتاج إلى وقت حتى تفهم. لكن هنا يقول: فهاك خذ، هاك يعني خذ
فهاك فيه القول عن إيجازي، يعني سأختصر وأوجز، لكن هذا الإيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز، ليس ألغاز، كلام مختصر لكن واضح بين. ثم قال: باب أسباب الميراث. قبل الدخول في باب أسباب الميراث يحسن الكلام على أمرين عظيمين مهمين في هذا، الكلام على أركان الإرث وشروط الإرث. قبل الكلام على الأسباب، أركان الميراث أو الإرث ثلاثة، لأن علم الفرائض يبحث في فقه المواريث وما يضم إليها من مسائل الحساب، أو ما يضم إليها من حساب، هذا علم الفرائض، فقه المواريث، من له النصف، من له الربع، من له السدس، من له الثلث، من له الثلثان، من له الثمن، كم ميراث الأب، كم ميراث البنت، كم ميراث الزوج، كم ميراث الزوجة، كم ميراث الجد، كم ميراث الجدة، وهكذا. فهذا العلم له أركان، أركان الإرث، أركان الإرث ثلاثة: مورث ووارث وحق موروث. يعني ما يمكن أبدا نأتي نقسم تركة ما فيها مورث، ما فيها وارث، ما فيش تركة زلط وأثاث وغير ذلك، نقسم إيش؟ واحد جاء أبي مات مفلس ولا عنده ريال، ونحن أربعة، كيف نقسم التركة؟ إيش نقسم بينكم؟ ما في شيء، ترك ما معه، مات ما معه شيء. رجل آخر قال: أبي عنده وعنده وعنده ولا زال على قيد الحياة، كيف نقسم التركة؟ قلنا: بعد ما يموت أبوك. هذا إذا سبقك، أما إذا سبقته فسنقسم تركتك أنت وأبوك من جملة الورثة. وكم من أناس ماتوا قبل الآباء والأجداد، بعض الناس منتظر متى يموت أبوه إلا تقدمه، ومنتظر كما يجلس الشيب هذا، ليش هذا يعني يتعمر العمر الطويل؟ ديناصور، ليش؟ إيش عليك أنت الأعمار بيد الله، ربما دفنك دفن أولادك. وقد ذكروا في كتب التواريخ كما ذكر بدر الدين الأسدي، بدر الدين الأسدي ذكر في كتاب له في التاريخ الكواكب الدرية أن رجلا كان وجيها ونقيبا من النقباء عند الأمير في دمشق، وكان مسؤولا كبيرا، موظفا عظيما، قائم بوزارة وقائم بأعمال، فمرض مرضا شديدا، يأس القريب والبعيد من حياته، اشتد مرضه كل يوم للأسوأ. ابنه منتظر موت هذا الأب، والملك أيضا والحاكم أيس أيضا من حياته. ولأن هذا الرجل كان متقنا في عمله ومبرزا وناصحا، قام وعين ولده مكانه يقوم بأعمال أبيه، يعني استعدادا لموته ودفنه، قد أيسوا منه لكن الابن هذا سيقوم مقام أبيه. الابن أيضا يرى أن أباه كل يوم إلى الأسوأ، إيش فعل؟ حفر لأبيه قبر استعدادا لموته، واشترى الكفن والحنوط استعدادا لموت الأب، استعدادا لموت الأب. أيام تعافى الأب ومات الابن، دفنوا الابن في نفس القبر الذي حفره لمن؟ لأبيه. وكفنوه بالكفن الذي جهزه لمن؟ لأبيه. وحنطوه بالحنوط الذي جهزه لأبيه، عادت له الحياة، وهذا يعني بقي عمرا طويلا، بقي عمرا طويلا بعده، رجع للعمل وللوزارة، وهذا الذي كان قد نصب مكانه مات، مات. على كل حال، أركان الإرث ثلاثة: مورث وهو الميت، وارث وهو قريبه الذي سيرث عنه، سواء كان ابن ولا زوجة ولا من كان من أقاربه. الثالث: حق موروث، التركة، ماذا ترك؟ عقار، بيوت، أراضي، دور، زلط، ذهب، فضة، سلاح، متاع، أثاث، كل ما خلف سيقتسم هؤلاء الورثة. فهذه أركان الإرث، ما يمكن أبدا تكون هناك تركة إلا وعندنا مورث وعندنا وارث وعندنا حق
موروث وعندنا حق موروث، لا يمكن أبدا تكون تركة والرجل على قيد الحياة، ولا رجل ما عنده أولاد، ما عنده أقارب، ما عنده أقارب يرثونه، ولا أيضا رجل يموت وما عنده شيء وقالوا اجمعوا لنا قاضي وثلاثة عدول ولا اثنين عدول من أجل ننظر ما لنا ما علينا، ما في الذي ينبرجوا سددوا إذا ما هناك شيء. فعندنا الآن أركان الميراث كم؟ ثلاثة، الأول مورث، الثاني وارث، الثالث حق الموروث، الزلط والتركة والأموال وما أشبه ذلك. طيب الآن عندنا ثلاثة شروط، عندنا شروط للإرث، هناك شروط تتعلق بالركن الأول وشروط تتعلق بالركن الثاني وشروط تتعلق بالركن الثالث. الآن انتبهوا، انتبهوا فراغ كلها من الحق الصبح من الحق العصر، لكن هذه فيها زلط قسمة ومنزوع. طيب الآن عندنا قلنا أركان الإرث كم؟ الأول مورث، المورث الحي ولا الميت؟ الميت. والوارث الحي ولا الميت؟ والتركة الحي ولا الميت؟ الزلط الذي تركه الميت لمن؟ للحي. المال الذي تركه الميت للحي. طيب عندنا الآن شروط الميراث، الناظر فيها، الناظر في شروط الميراث يجد أن منها ما يرجع إلى الميت، ومنها ما يرجع إلى الحي، ومنها ما يرجع إلى الحق الموروث التركة. تأمل في الثلاثة الشروط ستجد أنها هكذا، يعني علاقة الشروط بالأركان علاقة وطيدة جدا لا تنفك عنها. قالوا شروط الإرث ثلاثة، كما أن أركان الإرث كم؟ ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة كم؟ ستة. من هذا؟ من هذا الضعيف بالحساب؟ طيب المهم شروط الإرث ثلاثة. الشرط الأول قالوا تحقق موت الوارث ولا المورث؟ لابد ما نتأكد من موت الوارث ولا المورث؟ المورث. من هو المورث؟ الابن ولا الأب؟ الميت. يكون أب، يكون ابن، يكون زوجة، زوج، ما لنا دخل. الميت. ايش يعني انتم ما بلا مستعجلين على موت الآباء؟ الآباء وجودهم بركة، يمكن تموت يورثك الأب. طيب المهم الشرط الأول تحقق موت المورث. من هو المورث؟ من كان الذي عنده زلط ومات الله يرحمه نقسم الزلط، يكون أب، يكون ابن، يكون أخ، يكون زوج، زوجة، من كان، هو وظيفته يموت، وظيفتنا نقسم التركة من بعده نترحم عليه إن كان من أهل الرحم. على كل حال الشرط الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما. طيب يقول قائل الآن أنتم تقولوا تحقق موت المورث، كيف نتحقق من موت المورث؟ يعني علقوا له صورة وكتبوا شيء، ولا دفنوه، ولا أقاموا عزاء وما أشبه ذلك. قالوا نتحقق من موت المورث إما بالمعاينة، مات أمام أعيننا، مات ونحن ننظر، الآن تأكد أنه مات. قالوا أو بالاستفاضة أو بشهادة عدلين. الآن بالمعاينة واضح الناس رأوا مات أمامهم، سقط أمامهم في السوق، جاءوا يأخذوه إلا هو ميت وهم ينظرون مات، كما يحصل حادث سيارة احترق البيت، المهم رأوه ميتا بالمعاينة. الثاني بالاستفاضة. إيش معنى بالاستفاضة؟ اشتهر بين الناس أن هذا مات، يعني أصبحنا في الصباح قالوا مات فلان، كان موجود أمس، كان كذا، ما كان فيه شيء، مات. ذهبنا إلى البيت إلا وأولاده يبكون وفي حزن ومن جاء عزاهم، طبعا ما رأينا الميت. الآن دخلوا النعش، دخلوا المغسلة، خرجوا الجنازة، أولاده أيضا يبكوا وأقاربه، وفي باب وفي المسجد صلوا عليه، نزلوا الناس جاء من كل من جاء عزاهم، الحزن مخيم على البيت،
الناس كل من قالوا من مات قالوا فلان، هذا أيضا بإيش؟ بالاستفاضة، استفاضة بين الناس. طبعا ما يمكن غالبا أن إنسان يموت هكذا يعني تمثيل، إلا لسبب، إلا لسبب. قالوا واحد ولا ما فيش داعي؟ ها ها. طيب واحد كان عليه ديون للناس، ديون كثير للناس، المهم يحاول من يسامحه ولا أحد رضى يسامحه. قال ما فيش حل إلا أن أفعل نفسي ميت والناس يقولوا مسكين هذا الله يرحمه، وخلاص مسامح عفى الله عنه. من أين يسامحون الناس؟ قالوا أول ما وصل عند القبر قالوا الميت فزع وخلاص قد سامحه وخلاص ما عاد عنده شيء. فقال خلاص المهم يعني يشيعوا بين الناس قلوا مات فلان، من أجل الناس سامحوا. المهم كل من سمع من مات قالوا فلان، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يسامحه، كان عنده كذا الله يسامحه، والثاني الله يسامحه، والثالث الله يسامحه، الذي في البيت، الذي في المسجد، الذي في الطريق مشوا به وكان عنده دين لامرأة، دين لامرأة. قالوا جنازة من هذه؟ قالوا جنازة فلان. ويسمع طبعا وفوق النعش، يعني حركة بس تمثيلية، وهو فوق النعش. جنازة من هذه؟ قالوا فلان. قالت الله لا سامح ولا أحد، عنده لي كذا وكذا. وهو طلع من فوق النعش قال شوفي والله لو ما أنا قاصد باب كريم لا تشبهني، يقول لها لو ما أنا قاصد باب كريم يعني مودع لا تديش برجل النعش. طيب على كل حال أين كنا وقفنا؟ عند المورث ولا الوارث ولا الشرط؟ عند الشرط الأول من شروط إيش؟ من شروط، من شروط الإرث. الشرط الأول من شروط الإرث تحقق موت من؟ المورث. يتحقق موته إما بإيش؟ بالمعاينة رأيناه، أو بالاستفاضة، استفاض بين الناس أن هذا مات، وإما بشهادة عدلين، يعني كان يكون في سفر مثلا، سافر في رحلة في مكان مات، ما فيش معه إلا اثنين كانوا معه، تجار ولا في سفر ولا في طريق، شهد اثنان عدول أنه مات وأنهم دفنوا في الطريق أو في ذلك البلد الذي كان غائبا فيه، فحينئذ شهد عدلان مات هذا الرجل. بعد ما مات هذا الرجل الآن سينتقل الحق الموروث التركة لمن؟ للورث. طيب الآن قالوا تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما، يعني هو الآن الله أعلم يمكن مات يمكن لم يموت، لكن حكم الحاكم أنه في إعداد الموتى. من أي نقسم التركة؟ رجل غائب، غاب، اغترب، سافر، انقطعت أخباره، هذا موجود بين الناس الآن ولا لا؟ موجود. كان بعض الناس يصير الحبشي يغترب وبعد انقطعت الأخبار يقول الغائب، وعندما يقسم التركة ولا نصيب الغائب، قسم الغائب، حق الغائب، المهم غاب وانقطعت أخباره، انقطعت أخباره. هناك طبعا فرق بين من غاب وسافر سفر يغلب عليه الهلاك، دخل في صحراء وانقطعت أخباره يغلب عليه الهلاك، ركب البحر وانقطعت أخباره يغلب عليه الهلاك، بخلاف من سافر لطلب العلم، للتجارة وما أشبه ذلك، أو للنزهة، هذا الغالب عليه السلامة. لكن الكل هذا وهذا غاب وانقطعت الأخبار. طيب متى نقسم التركة؟ تركة الغائب هذا كم نجلس ننتظر؟ التركة كثير، وزوجته أيضا كل ما انتظرت يعني تنظر بنفسها كل أسبوع، تنظر في المرآة يعني تقدم بها العمر، تريد يعني تزوج ولا تنظر لها يعني حل. الرجل هذا يعني كم يجلس يعني غائب؟ رجل شاب وزوجته أيضا شابة والتركة كثيرة، ورث بعد أبيه بعد أمه، المهم عنده مال كثير، غاب. الورثة مستعجلون على قسمة التركة، هل نقسم مباشرة أم لابد من حكم حاكم؟ لابد من حكم حاكم. الحاكم هذا سيجتهد، العلماء مختلفون كم ننتظر، فمن قائل أربع
سنين. ها؟ الأول. إيش بالأول؟ النوع الأول. الذي هو. الذي يغلب فيه الحلال. تمام، والذي يغلب فيه السلامة كم ننتظر؟ يعني أما أصحابنا فعندهم يعني ريحونا في هذا الباب. راحونا في هذا الباب في الكل. فهناك من أهل العلم من يقول ننتظر 4 سنين. ننتظر 4 سنين. وهناك من يقول يرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم. يختلف الغائب هذا، الغائب قد يكون رئيس دولة، وزير، شيخ كبير، تاجر كبير، هذا أخباره يمكن أن تعرف بسهولة، مش مثل أي واحد من غبراء الناس يحتاج بحث وتدقيق وفحص، وبالذات اليوم وسائل الإعلام واتصالات وجرائد ومجلات وغيرها يمكن أن يعرف. المهم من أهل العلم من يقول يرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم كما يقوله الشافعية، والحاكم هذا ينظر ينظر يقدر لهذا، كل واحد بحسبه يفعل تحريات ثم يصدر حكم. ألحقنا فلان بن فلان بالأموات حكما، بعدما يصدر هذا الحكم زوجته تعتد عدة إيش؟ عدة الوفاة. وبعد ما يصدر الحكم نقسم التركة، نقسم التركة. طيب من أهل العلم من يقول ننتظر بس 75 سنة. ها؟ لا غير، هذا عند المالكية أول، الأحناف 120 و90. منهم من قال ننتظر 75، بعضهم قال لا خففوها شوية 75 70 سنة بس، من بعد ما غاب نجلس مراعين 70 سنة، زوجته تنتظر والتركة تبقى إلى أن بعد هذه المدة يحكم الحاكم بأنه يلحق بالأموات حكما. لا لا، من بعد غيابه، من وقت ولادته، من وقت ولادته نعد له 75 سنة. وبعضهم قال 70. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك، وقليل من يجاوز ذلك. هذا مذهب المالكية. جاء الأحناف وقالوا لا، ننتظر 120 سنة، من ولادته 120 سنة. بعد 120 سنة هو غاب وهو في 18 سنة، وزوجته بنت 15 سنة. طيب الزوجة تريد تزوج، قالوا تنتظر الزوجة 120 سنة من يوم الولادة، 120 سنة. بعد 120 سنة يحكم الحاكم بأنه يلحق بالأموات حكما. وذا الزوجة بعدها تشتي تجمل الخطاب، لا عدد راس ولا عيون ولا شعر ولا خارج التغذية، خارج التغذية. هذا إذا عاد على قيد الحياة، إني على قيد الحياة ما عاد إلا كرسي وعربية وطاقم كل شوي وفلت. المهم حالة أحد، قالوا تنتظر هذه المدة من أجل بعدها يحكم الحاكم لا يشتري الزوج الزوج. وبعضهم قال لا، مش 120 سنة كثير، 90. طيب عادة 90 قليل، كثير. وهناك من قال لا، ثلاثة الأقوال في مذهب أبي حنيفة، ننتظر بسن أترابه، ننظر زملائه الذي يعني هو ياهم يعني كان أعماره متقاربة وننظر. كل هذه الأقوال بعيدة جدا. الصواب أن هذا يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، ثم الحاكم يجري التحريات ثم يلحقه بالأموات حكما بحكم، ثم نقسم التركة والزوجة تزوج. مشكلة المشاكل تكمن في ماذا؟ إذا رجع، إذا قسمنا التركة والمرأة تزوجت إلا والرجال جاء، هنا المشكلة، هنا المشكلة. هم يقولوا جارك الله من الحاج إذا رجع، والميت إذا فزع. أمام هذا يعني ميت حكموا بالموت ورجع، يمكن أن يحصل أو لا يحصل؟ كثير كثير من الناس حكموا بالموت وأقاموا عزاء وعزاهم الناس وبعد ذلك جاءوا. قبل فترة عاد واحد سألني قبل أشهر من الآن، فرجل يعني غائب هكذا، وزوجته بعد يعني ما قالوا انقطعت أخباره صدر حكم، زوجت بأخيه، زوجت بأخيه، بعد الزواج فترة إلا هو جاء، هي شلت نفسها وبيت أول المرأة، سدوا أول وبعدها ننظر لمن الأول ولا الثاني. هذا يحصل، وفيها أحكام يعني ما ندخل فيها الآن، ما ندخل في الأحكام الآن لأنها يعني سيطول بنا الكلام، لكن من أجل نلطف يعني الجو قليلا، ما عاد يعني شد من صبح
وقد حصل قضية غياب ورجوع صحيحة ثابتة في كتب الحديث والأثر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجل خرج يصلي المغرب في زمن عمر رضي الله عنه، شلوها الجن. تعرفون يقولوا شلوها الجن؟ هذا شلوها الجن، يعني أخذه الجن، اختطفته الجن. أثر صحيح، أثر صحيح. المهم شلوها الجن، جن غير مسلمين، وأخذوا استعبدوه وشغلوه لأنهم غير مسلمين وهو مسلم. المهم بحثوا عنه، كان هنا كان هنا، غير موجود. تحروا، جاءوا إلى عمر، الزوجة والأقارب، قالوا انتظروا السنة الأولى، انتظروا يمكن يظهر، ولا ظهر. السنة الثانية ولا ظهر. الثالثة ولا ظهر. الرابعة جاءوا إلى عمر فأمر امرأته أن تعتد عدة وفاة، اعتد، ثم عدة طلاق، اعتد، ثم أمر بالمال أن يقسم، والمرأة لها الخيار أن تتزوج. بعد ما حكم عمر إلا والرجل جاء، رجع الرجل، زوج، رجع الرجل. قال له عمر: ويحك، إن كنت يعني الناس قد قسموا والمرأة يعني انتظرناك وطال الانتظار. قال: خرجت لصلاة المغرب فأخذني جن كفار، فبقيت في أيديهم يستعبدونني ويستخدمونني إلى أن غزاهم جن مسلمون، معركة، وانتصر المسلمون على الجن الكفار. وجدوا هذا من ضمن وجدوا عندهم ما لك، أنت رجل مسلم عند هؤلاء، يعني إيش الذي جاء بك؟ قال لهم: يعني اختطفوني وأخذوني. قالوا: إن شئت أن تبقى عندنا، أنت مسلم ونحن مسلمون، تبقى عندنا، انسي بين الجن، انسي بين الجن، إن شئت أن تبقى عندنا بقيت، وإن شئت رددناك إلى بلدك. قال: ردوني إلى بلدك، يكفي 4 سنين، ردوني إلى بلدك. فقالوا: أين بلدك؟ قال: المدينة. فأصبح بين الحرتين، وجاء إلى عمر، قص عليه القصة. مسألة الزواج كيف نفعل بالزوجة هذه مسألة ثانية، يعني يطول الكلام عليها. إذن عندنا الآن الشرط الأول من شروط الإرث ما هو؟ عادكم ذاكرين ولا نسيتم؟ مع تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما. التحقق يكون بواحد من كم؟ من كم؟ 3 بس، إما بالمعاينة، وإما بالاستفاضة، وإما بشهادة عدلين. إلحاقه بالأموات حكما، من هو الذي يلحقه بالأموات حكما؟ الأب ولا الجد؟ الغائب، الغائب الذي انقطعت أخباره مما كان، الغائب الذي انقطعت أخباره. يجري الحاكم التحريات، وبعد ما يجري الحاكم التحريات المطلوبة يصدر حكم. ما تقسم تركة ولا تتزوج المرأة إلا بعد حكم. إذا أصدر الحاكم صكا شرعيا أن فلان بن فلان الغائب ألحق بالأموات حكما، زوجته تتزوج مباشرة ولا تعتد؟ تعتد عدة إيش؟ وفاة. تعتد عدة وفاة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج إن شاءت، تقسم التركة. إذن الشرط الأول هذا يتعلق بأي ركن من أركان الإرث؟ بالركن الأول وهو المورث. الشرط الثاني قبل الأخير، من أجل يعني طمنكم أنه يعني الدرس ينتهي. الركن الثاني، الشرط الثاني قبل الأخير، ويتعلق بالركن الثاني. الشرط الثاني يتعلق بالركن الثاني، والشرط الأول يتعلق بالركن الأول. الشرط الثاني تحقق حياة المورث. أيوة تمام، أحسنت، يعني قطعتكم الحكايات والأشياء، يعني انتبهتم. طيب، تحقق حياة الوارث، لأنه هو الذي يريد أن نعطيه التركة. تحقق حياة الوارث عند ولا بعد موت المورث؟ بعد موت المورث ولو لحظة. المهم نتأكد أنه هذا كان حي عندما مات هذا، هذا مات وهذا موجود على قيد الحياة. ولو كان نطفة في بطن الأم
متأكدون من حامل، إذن هذا الحمل سيرث إذا خرج حيا، إذا خرج حيا. فتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، بعد موت المورث. كيف نتحقق؟ إما بالمعاينة، إما بالشهرة، إما بالاستفاضة. المهم أن هذا موجود، القريب، قريب هذا الميت الذي سيرثه، أو إلحاقه بالأحياء حكما، هذا الذي يعني الحمل ما حمل، إلحاقه بالأحياء حكما. المهم نتأكد أنه بعد ما مات هذا، هذا كان على قيد الحياة، لأن ابنك إذا مات قبلك من يرث الآخر؟ الابن يرث الأب ولا الأب يرث الابن؟ ابن مات قبل أبيه، من الذي يرث؟ الأب، الأب يرث. ما يأتي بعد ذلك أبناء الابن قالوا أبونا مات قبلك، إذن أعطنا، اجعل أقمنا مقام الأب، يوصلهم وخرج من كل إشكال. الثلث فأقل، ربما لو وصلهم بالثلث أنفع لهم من نصيب أبيهم لو كان حيا، أنفع من نصيب أبيهم لو كان حيا. المهم بعد موت المورث لا بد أن نتأكد من حياة الوارث. أنبه هنا على مسألة مهمة، وهي من يعرف إيش؟ ما يعلم الغيب إلا الله. هذا غيب مطلق ولا غيب نسبي؟ نسبي. طيب المهم، المسألة المهمة حوادث السيارات، الحريق، الغرق، الموت الجماعي. لا بد يحدث مثلا حادث سيارة، يحترق بيت، يغرقوا مجموعة من الناس بالذات الأقارب، المسعفون لا بد يتأكدوا، جاءوا يخرجوهم يتأكدوا هذا مات أول، قالوا هذا مات، خرجنا ميت، ينتبهوا أنه هذا الذي مات أول. الثاني خرجوه عاد ينازع، يعني لا زال حيا، قالوا هذا الأول حطوا هنا، الأول مات، يرتبوه، الثاني بجانبه ينازع، بعد شوي إلا مات لحق جنب الأول، الثالث لا زال حيا، نسعفه المستشفى مات بعد ساعتين، ضبطوا هذا. لأننا أحيانا يحصل إسعاف وجاءوا بعدها، واحد كان ينازع، الأول مات، الثاني مات، بالأخير ماتوا الكل وعادوا في الطريق. جينا نسألهم من مات قبل الأول؟ قالوا والله ما احنا دايرين، ارتبشنا ما عدرينا من. هذه الآن مشكلة، كيف نورث هذا من هذا وما عرفنا من الذي مات الأول؟ كيف نورث هذا من هذا؟ انتبهوا، يحصل إسعاف في غريق، في غرق، في حرق، في حوادث سيارات. المهم أن هؤلاء أقارب لابد نعرف من الذي مات أولا، من أجل أن نورث الذي مات بعده ولو بلحظة. مات بعده يرثه، مات بعده يرثه. وذكر لنا مرة شيخنا القاضي العلامة العمراني حفظه الله تعالى، أن امرأة ذكية من أهل صنعاء، امرأة ذكية من أهل صنعاء، زوجها مريض وعمها مريض، عمها أبو من؟ أبو الزوج. الاثنين امرأة ما خلتهم بغرفة واحدة، واحد تمرضوا بالدورة الثاني، واحد بالدورة الأول، عمها بالدورة الثاني وزوجها بالدورة الأول، تمرضهم الاثنين، وهم يعني قاصدين باب كريم الاثنين. لكن العم عنده أموال عمها، وهي طبعا حريصة أنه يعني أن يسر الله مات العم قبل زوجها أحسن، لأن الزوج سيرث من أبيه، وهي بعد ذلك يكبر النصيب، يكبر نصيبهم من بعد. المهم أخذت تمرضهم وترقبهم، يعني مراقبة لهم. مات الأب أولا، عمها مات، خرجت من الطاقة على طول، وناس ماشيين المسجد، يا فلان يا فلان يا فلان تعالوا، دخلتهم إلى البيت، أول ما دخلتهم إلى الزوج، مش إلى العم، إلى زوجها. من هذا؟ قالوا زوجك. حي ولا ميت؟ قالوا حي، عادوا يعني مريض، تأكدوا لي، تأكدوا هو حي ولا ميت؟ عيب إلا المهم تشتي يعني ثبت شهادة، وهم يعني يقلبوا ينظروا يكلموا يعني لا زال حي، خلاص دفعوا تعالوا معي للدور الثاني. من هذا؟ قال عمك فلان من فلان. حي ولا ميت؟ قالوا ميت، ميت، يعني الآن العم مات والزوج لا زال على قيد الحياة. مشوا وخرجوا، المثبتة شهادة، ما وصلوا باب المسجد إلا مات الزوج، هو إلا الزوج مات في دقة الغارة، صحيح. رجعوا، إيش حصل؟ قالوا مات الزوج،
ماذا زوجها الذي كنتم قبل قليل وقبل أذكر الله كنتم قبل قليل موجودين وعلى قيد الحياة. الآن يعني امرأة ذكية لو واحدة ثانية ماتوا الاثنين تدعي أي واحد يقول من الأقارب أمه ولا أخوه مدري من نشتري من الذي مات. أنت الآن من صالح تقول أنه مات الأب أولا. في امرأة ذكية في مثل هذا الموقف العصيب. على كل حال ما هو الشرط الثاني؟ ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني الشرط الثاني من شروط الوضوء، من شروط الإرث، من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت من؟ بعد موت المورث. تحقق حياة الوارث بعد موت من؟ المورث. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يتعلق بالتركة، العلم بالحق الموروث. العلم بالحق الموروث، وقيل العلم، لا هم عند بعضهم يقول هكذا العلم بالحق الموروث، وبعضهم يقول العلم بالجهة المقتضية للإرث. يعني إيش القرابة بينهم؟ يعني الأسباب. بعضهم يقول لا، العلم بالحق الموروث يعني نعرف التركة هذه هل يتعلق بها حق آدمي، حقوق، ديون مستغرقة. إذا كان هذه التركة كلها حقوق للناس، يعني التركة مثلا 2 مليون، جينا ننظر قالوا عنده الفلان 500 ألف، كم باقي؟ 1.5 مليون. وعنده الفلان 1 مليون، كم باقي؟ 500 ألف. وعنده الفلان 600 ألف، كم باقي؟ باقي في ذمته 100 ألف. الآن نحتاج قاضي وعدول يقسم التركة ولا ما نحتاج؟ نحتاج من يبرج 100 ألف، نحتاج من يسدد 100 ألف. تمت التركة. الآن ما فيش ميراث، الآن التركة غير موجودة. ذهب شرط من الشروط وهو أن التركة مستغرقة لحقوق الناس، مستغرقة لحقوق الناس. إذن أركان الإرث كم؟ 3. تتعلق بها شروط الإرث 3. أركان الإرث مورث ووارث وحق موروث. حق موروث. شروط الإرث الأول تحقق موت ولا حياة؟ موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما. الثاني تحقق حياة من؟ الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكما. الثالث العلم بالتركة، العلم بالجهة المقتضية للإرث. الأمر سهل في هذا، الأمر سهل في هذا. طيب على كل حال شيء يتعلق بهذه الشروط 3. قسمة التركة قبل الموت. بعض الناس يقول لك لا يرجعوا عيالي يضاربوا، لا يرجعوا يختلفوا، لا يحصل بينهم كذا وكذا، نقسم بينهم التركة من الآن ونفرز بينهم. هذا الآن اختل شرط من شروط الإرث وهو شوفوا الآن هناك موجود هذا ولا لا؟ هناك من يقسم التركة قبل ما يموتوا على قيد الحياة. لماذا قال من أجل الكبير ما يظلم الصغار، من أجل ما حد يفعل كذا، من أجل أنا قسم بين عيالي بنفسي وأنا على قيد الحياة. قسمة شرعية صحيحة للذكر مثل حظ الأنثيين، كل واحد له نصيبه. هذا غير صحيح، هذا قسمة باطلة. لماذا؟ لأنه اختل شرط وهو تحقق موت المورث. كيف تقسم عليك على قيد الحياة؟ الله تعالى قال إن امرؤ هلك، ما تكون له بعد الموت. أنت وظيفتك مش القسمة، وظيفتك تموت والقسمة علينا. أنت عليك تموت وعلينا القسمة. أما أنك تقسم شو تموت وتقسم قبل الموت لا. يدل على ذلك القرآن، السنة، يدل على ذلك أيضا أثر صحيح وقع في زمن عمر رضي الله عنه. رجل غيلان كان عنده 4 نساء، وعنده مال. قام طلق الأربع النساء طلاق بائن، طلق الأربع وأخذ التركة وقسمها بين الورثة. بلغ عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل على قيد الحياة، قسم التركة وطلق النسوان من أي ما يعطيهن ولا شيء. دعاه عمر، فعلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال والله لترجعن في مالك ولتراجعن نسائك أو لأرجمن قبرك
كما رجم قبر أبي رغال الذي دل الأبرهة الحبشي على مكة، دليل من الطائف إلى مكة، وبعدها العرب تشاءموا به وذموه، وكانوا كلما مروا على قبره رجموه ذما له. هذا الذي جاء يدل الأبرهة على الكعبة ورجموه وصار مضرب مثل. فقال له عمر: إن لم ترجع في التركة تأخذها من هؤلاء وتراجع نسائك لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وإني لأظن، القائل من؟ عمر رضي الله عنه خاطب الرجل، وإني لأظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع قد سمع بقرب وفاتك فألقى ذلك في روعك، فألقى ذلك في روعك. فعلا الرجل رجع الزلط، أخذ التركة وراجع النساء أيام ومات. صدقت فراسة عمر المحدث الملهم رضي الله عنه، فأبطل عمر رضي الله عنه ذلك العمل. أنت الآن عند أن تقسم التركة قبل الموت، إضافة إلى ما سبق، مخالفة القرآن، مخالفة للسنة، مخالفة لقضاء أمير المؤمنين عمر الخليفة الراشد، إضافة إلى ذلك أنت الآن ربما إذا قسمت التركة بين الأولاد يمكن تتزوج مرة جديد، من أين لها ميراث وقد قسمت؟ وبعد ما تتزوج يمكن يولد لك أولاد جدد، من أين لهم تركة وقد وزعتها بين حمران العين الموجودين؟ يمكن تمرض تحتاج سفر إلى الأردن ولا إلى مصر وغير ذلك، وما باقيش معك زلط، وترجع لله محسنين من أولادك من يعطيك، وكل واحد يقول لك كلم فلان تبديت أحسن مني، قال كلم فلان معه النصيب الأحسن، وترجع تسأل من أولادك. يفقف يمكن تريد أن توقف تتصدق تعمل خير، وترجع بعد ذلك عال على هؤلاء الأولاد، وكل واحد يقول لك سير لك عند فلان، قال سير عند فلان، جلس عند فلان، ومالك بيدك، ومالك بيدك. فلا يجوز للإنسان أن يقسم التركة قبل موته في حال حياته. هذا يتعلق بماذا؟ هذا يتعلق بالشرط الأول ولا بالثاني؟ الشرط الأول، الشرط الأول تمام، يعني هو الآن قد أعطاهم بالنسبة له، ومع ذلك هو ربما واحد منهم يموت، لكن هو يتعلق بالشرط الأول. حتى لو موافقين ورثة ما ينفع، يعني كل من وافق كما مر بنا من قبل، لو توافق أناس على شيء مخالف للشرع لا يقبل تواطؤهم. لو اتفقوا على الربا وقال أن نتعامل معه ربوية ما يجوز، لو اتفق رجل مع امرأة على الفجور وقالوا نحن راضون ما يجوز ولا يقرون على ذلك. كل من تواطؤوا على شيء مخالف للشرع لا يقبل. يقسموا في حال الحياة ايش صنف لكم هذا؟ ايش يعني ما اخذهم من اين؟ ما يشغل حتى يكتب الاوراق خليها عندهم، لانه قد يستجد له ميراث، قد ينقص تمام، قد يفجأه الموت وقد نقص نسي وهو منتظر عاد يعني طويل، يعني ناوي على يعني ربما مطول. بعض الناس واحد قصة طريفة نختم بها، نختم بها فيصل، قصة طريفة نختم بها، يذهب الملل ونذهب يعني وأنتم سالين. رجل عندنا من البلاد جمع الأولاد، جمع الأولاد مرض وخاف على نفسه الموت، جمع الأولاد الكبار والصغار، المهم جمعهم قال لهم شوفوا يا أولادي اشتيكم تآخوا بينكم البين وتتعاونوا وتتآلفوا، أنا ما جمعت هذا المال بشقاء وتعب إلا من أجلكم أنتم، وأنا الآن يعني ماشي إلى الله والدار الآخرة وأترك لكم الجمل ما حمل، تآخوا بعدي، أنا أقول لكم الآن كل واحد أعطيه شيء من أجل تتآخوا بينكم البين، فلان يأخذ له الجرب الفلاني، وفلان له البيت الفلاني، وفلان له الكذا. قاموا هو موجود يعني هو مريض، قاموا كل واحد لا أنا لي البيت، الثاني قال لا أنا لي الأرض، الثالث أن قاموا وكانوا يضاربوا، قال أقول لكم يهودي من مات. وعاش، عاش بعد ذلك مدة طويلة، عاش مدة طويلة. وإلى هنا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.